كريم وزان شاب كوميدي لبناني موهوب، اشتهر بروحه المرحه الخفيفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بتابعها الملايين. بس مع تصاعد الازمات قرر كريم تحويل طاقته الايجابيه لعمل ملموس. كريم النهارده بيساهم مع كتير غيره من المؤثرين في تامين احتياجات النازحين، رغم دخوله كمان بعمق في المبادرات الإنسانية، إلا أنه لسه محافظ على نوع محتواه وبينشر فيديوهات سخرية من الوضع الراهن. استخدم كمان الكوميديا أكيد كوسيلة للتعبير عن آرائه وأن هو يبعت رسالة قوية لكل اللي بيتفرج عليه. اليوم نحن بأربع خمس ساعات عملنا مبادرة فردية وقدرنا نأمن كتير قصص، من فرشات، من مخدات، من أكل، من تياب، ومثل ما عم تشوفوا قدامكم كتير قصص، مخدات مثل ما خبرتكم، حرامات، مي. ضلينا نحن واقفين بالشارع وعم نجمع من الناس يلي حابه كانت انه تقوم بهذه المبادره. انذار هام وخطير الى سكان تل ابيب، استمعوا اليه بعنايه. يرجى من السكان الابتعاد عن المناطق المحدده ضمن الخريطه عن مسافه لا تقل عن 500 متر من اجل سلامتكم. أعيد وأكرر، من أجل سلامتكم وسلامة أطفالكم يرجى الابتعاد عن مسافة لا تقل عن 500 متر. بتمنى من كل إنسان شريف عم يحضر هيدا الفيديو ياخد قرار على عاتقه، مثل ما أخذنا قرار أنا وأصحابي، قرار شخصي هيدا، أخذنا قرار ننزل على الشارع. هلأ في عالم كتير متضررة نازلة من الجنوب، نازلة من الأماكن اللي تعرضت للقصف، كل العالم اللي بالشارع بحاجة لإلنا اليوم. بتمنى من اللي قادر يأمن بيوت يأمن بيوت للناس وينزل على الشارع يساعدهم. هلا هلا بالزول، هلا حبيب القلب، هلا حبيب القلب، هلا كل اهل جنوب يا حبيب القلب. والله العظيم قبل ما شرف انتوا اهل بعلبك، بينتوا بالمواقف معادن الرجال يا حبيب. شكرا لكم، هيدي الشنطه يا حبيب القلب، يا بعد لكم العتبه لنا حبيب القلب. يعني الكوميديا لازم اكيد في الوقت ده ما نقدرش نستغنى عنها، عشان كده كريم وزان معانا وهو صانع محتوى لبناني. كريم اهلا وسهلا بيك، منورنا، ازيك؟ صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. صباح النور. يعني في البدايه كده اكيد كل واحد محتاج يعرف اليوم بيمشي ازاي في الظروف الصعبه دي، يومك بيمشي ازاي في الحرب؟ بيمشي يومنا، يعني اول شيء بكلمه الحمد لله على كل شيء، قضاء وقدر رب العالمين فوق اي شيء. ما بنكذب، الوضع صعب، الوضع تعيس، الوضع يعني منه مثل الوضع اللي كنا معودين عليه احنا كشعب لبناني، بس ايماننا برب العالمين كبير، وايماننا انه ان شاء الله رح يكون بكره احسن هو اللي مخلينا نفسيا قوايا على هذا الموضوع اللي نحن قاطعين فيه. يعني فينا نقول انت مؤثر على السوشيال ميديا، شو بتشوف دور المؤثر خلال الازمات الانسانيه؟ المؤثر له تاثير كثير كبير، مثل ما بقولوا during these obstacles، بهذه المشاكل اللي بتمر حتى بغير مشاكل، دايما المؤثر له كثير دور كبير بهذه الامور. اما بالنسبه على صعيد القصص اللي هلا صايره، المؤثر له دور كبير، وبالنسبه لي اهم من الفنانين حتى. يعني اليوم المؤثر، يعني كنت انا او كان كذا حدا عنا بلبنان، كان له دور كتير كبير انه يكون واقف حد الناس قولا وفعلا. يعني نحن شفنا عالم بتقول نحن حد اخواتنا، نحن حد اخواتنا، حتى يعني عفوا نحن بلبنان من خمس ست سنين لليوم عنا مشاكل، حتى بالمشكله الكبرى اللي كانت اليوم عم نواجهها نحن بالحرب، ما شفنا ولا جهه سياسيه واقفه حد اخواتنا مثل ما وقفوا المؤثرين. يعني المؤثرين مني وبالجر كان لهم دور كتير كبير انه يامنوا قصص أساسية للناس اللي تعرضت للقصف والضرب، قصص أساسية من مواد غذائية لخيام لكتير أمور ما حدا قادر يأمنها. طبعا مش فضول أو فضل أو تمنين أعوذ بالله، بس إنه كان له دور السوشيال ميديا وأثر كتير إيجابيا بهذا الموضوع. هو انت بتشوف ان الناس مستنية منك نوع محتوى تاني؟ يعني خلينا نقول غير المحتوى الجد اللي انت بتتكلم فيه شوية الفترة دي، بس هل الناس ممكن تكون في احتياج شديد انها ترجع تاني للكوميديا، ترجع تاني تتفرج على حاجة خفيفة في ظل كل الاخبار، كل الكلام، يعني خلينا نقول ايه، معليه شريطة حمراء او شريطة سوداء؟ يعني شوف، خليني يكون واضح وصريح بهذا الموضوع، موضوع الكوميديا بهذا الوقت كتير حساس. موضوع الكوميديا بزمن مثل ما بيقولوا، يعني حتى غير الناس، حتى أنا نفسيا وشخصيا لما بكون أنا عم أقدم المحتوى الكوميدي بهيك وضع، عم عدل على 10 قبل ما نزل أي فيديو،
او عم عد للمية فيك تقول مش للعشرة. لان اليوم انا بس عم نزل فيديو، صح انه انا هدفي ارسم الضحكة على وجوه الناس، بس بنفس الوقت اللحظة اللي انا عم نزل فيها الفيديو بدي اتذكر انه انا في بهذا النهار مش اقل من 50 شهيد، مش اقل من 100 جريح، مش اقل من 100 دمعة لام بكيت، على اطفال، على زوجة، على عالم خسرتهم. فالكوميديا مهمة بوقت الحالة، بس بنفس الوقت حساسة كتير وما كل الناس رح تتقبلها. صح. فنحن صراحة ديجا يعني عم جرب أنا قد ما بقدر أني اتجنب الكوميديا اللي ممكن تأدي لواحد بالمية الإنسان يحسها أنه مش بوقتها. يعني عم بعمل الشغلة بوقتها بطريقة حساسة. أكيد. يعني خلينا نحكي شوي عن المبادرة اللي أنت بلشتها أنت وأصحابك، هل هي بعدها مستمرة وعلى شو مبنية هيدي المبادرة؟ أول شيء كلمة مبادرة أنا بحب أفضل أنه أديها كواجب وطني أحلى من مبادرة. هذا واجب وطني، واجب كل إنسان شريف إن كان مشهور ولا مش مشهور. حتى اللي مش مشهور بيقدر يعمل هذا الشيء بالشارع يلي هو ساكن فيه، بالمنطقة يلي إجوا عليها إخواته. لأنه اليوم هيدي المشكلة إحنا قاطعين فيها، هو قاطع فيها ابن جنوب وابن بعلبك يعني نزلوا من مناطقهم بسبب القصف والضرب، وابن بيروت الضاحية جنوبية. اليوم لو أي منطقة تانية صار فيها هيدي، أنا مأكد 100% نحن كشعب لبناني، لأنه نحن شعب إيد وحدة، وقد ما عملوا إنه يفرقوا بيناتنا ما لح يقدروا، لح نكون واقفين حد بعض بهذه المحن. لأنه المحن اللي نحن قاطعين فيها هي قاطع على اللبنانيين عموما، مش قاطع على طائفة معينة ولا قاطع على حدا معين، لا، بل قاطع على اللبنانية بشكل عام. ونحن كشعب لبناني إن كان هلأ ولا بعد 100 سنة ما لح نتفرق، ولح نكون إيدنا بإيد بعض، وإن شاء الله نتغلب على كل الصعوبات. أما بالنسبة للحملة اللي انطلقنا فيها أنا وأصحابي، هي مكفية، هي حملة يعني فيك تقولي فردية على عاتقنا الشخصي، أخذناها أول شيء. نحن أول أشخاص بلبنان كنا عم نعمل هذا الشيء. كان الناس عم تنزل من الجنوب بمنطقة اسمها صيدا، كان في أكثر من 5000 سيارة من الساعة 8 بعد الظهر، 8 عشية سوري، للساعة 6 الصبح فيك تقولي بأول يوم. ونحن كنا واقفين بالشارع، حاولنا قد ما نقدر من أول ليلة إنه بالقليل نأمن المي للأولاد، الأكل كروسون خفيفة. حتى أول نهار نحن ما كنا أخذين مثل ما بقولوا حملة تبرعات أو شيء، نحن كنا أخذينها من داخلنا الشخصي، لأنه ما كنا متوقعين والله تستمر صراحة، إنه خلص طلعنا منها أنا وخمس ست شباب وقلنا خلص بدنا نساعد. ثاني يوم صراحة انصدمنا، لأنه شفنا كمية ناس غير معقول. يعني أنا شايف، أنا بصراحة أنا صغير، أنا ما كنت واعي على حروب قبل، أنا بقرأ وبسمع بس ما كنت واعي. انصدمت وعرفت شو معناتها إنه ناس تهجر من بيتها قصرا للأسف. كريم، إيه المشاكل اللي قابلتها من وجهة نظرك أنت وأنتوا شغالين على الأرض؟ بتحس بالذنب، المشكلة الأكبر بتحس بالذنب رغم أنه أنت مخصص. يعني بتحاول أنك تساعد قد ما بتقدر ناس، بس بتعرف بالنهاية في قدرات، في توزيع مثل ما بيقولوا بطريقة بالانسد، ما في، حاول أنك ما تفرق بين هيدا وهيدا. يعني في عالم بدأ عالم بدأ عالم، بدك تكون يعني حريص على كل شيء بتوزعه. فالفكرة أنه بتحس حالك مذنب وأنت مخصك. يعني أنا كإنسان صراحة أنا عندي كتير موضوع الإنسانية حساس، وأنا بصراحة ضد الحرب، ضد كل شيء ممكن ينأذى فيه الإنسان. بس بالنهاية يعني نحن حطينا في هذا المحل، والحمد لله ورب العالمين كتب لنا هذا الشيء، وإن شاء الله رح نكفي للنصر. بس الفكرة أنه عن جد بتنقهري، بتزعلي، بتتضايق على الناس اللي ما ذنبها، الناس، الأطفال. يعني أنا صراحة أول شغلة خلتني كفي وقوتني وشجعتني أني أنا بعتقد الوحيد اللي سافرت من بلد لبلد لأمن فرش. يعني رحت على سوريا وحاولت أني أمن، ورغم أنه كان في صعوبات أني فوتهم على الحدود وكان في كتير مشاكل، بس شفت مشهد بعيني ما بنساه بمدرسة، بنت عمرها 3 سنين نايمة على البلاط بلا حرام، بلا 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 مخدة، بلا خلص، دمرت نفسيا، اعتبرت أختي، أنا عندي أختي صغيرة.
أكيد. يعني كريم بنشكرك، كمل في اللي انت بتعمله وان شاء الله باذن الله كله يرجع تاني، انت ترجع تعمل محتوى ان شاء الله الكوميدي. يا رب. شكرا كتير لاستضافتك. شكرا جدا. شكرا لك. واحنا كمان اكيد بنتمنى من حضراتكم ان احنا يعني بنتمنى بكره يكون يوم جديد، يوم لطيف علينا كلنا، نبطل بقى نتكلم في كلمات كبيره، نازحين لاجئين مساعدات، وبكره يكون يوم احسن بكتير. شكرا لحضراتكم، خلصت حلقتنا النهارده من دردشات، نتقابل بكره في نفس الميعاد. باي باي.